بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. من مدرسة الربانية أحييكم، وهذا فرع التزكية واللقاء 19 من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وفيه الكلام عن أسرار الحج. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الشيخ، ومن ذلك أنه إذا رأى البيت الحرام استحضر عظمته في قلبه وشكر الله تعالى على تبليغه رتبة الوافدين إليه، وليستشعر عظمة الطواف به، فإنه صلاة، ويعتقد عند استلام الحجر أنه مبايع لله على طاعته، ويضم إلى ذلك عزيمته على الوفاء بالبيعة. وقفنا عند هذا الحد، وأيها الإخوة، أنا أعتبر وأعتقد أن وجود الكعبة بيننا من أعظم نعم الله علينا، نعمة عظيمة جدا. إلى أبعد حد وجود الكعبة، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، استشعار هذا التعظيم بيت الله. قال سبحانه وتعالى موحيا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي، سبحان الله العظيم. فالشاهد تعظيم هذا البيت واستشعار عظمة الطواف، وتعظيم أمر الحجر، شيء من الجنة يمين الله في الأرض. وليتذكر بالتعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم لج المذنب إلى سيده وقرب المحب، لج المذنب إلى سيده. نعم، حين يطوف الإنسان يأتي إلى بيت ربه. وكما قلت لك أن في معنى لبيك اللهم لبيك أي أتيتك، جيت لك يا رب، جيت لك بيتك. فقربه من البيت أو إتيان البيت، قضية الإتيان، مجرد إتيان البيت
عودة العبد الآبق مستسلما مختارا إلى سيده. قلت لك يا سيدي، رجعت لك أنا غلطان، أنا اللي كنت هربان، أنا اللي كنت تايه وضايع. قلت لك بحبك وعايزك ومليش غيرك، أروح لمين؟ أنت بابي ومقصدي. هي دي استشعار لما تيجي بيت ربنا، عودة اسمها يا ابني توبة. عارف توبة يعني ايه؟ يعني عاد ورجع. رجع منين؟ كان في طريق الشيطان ورجع، فلما رجع رجع فين ورجع لمين؟ رجع لسيده، رجع لربنا. لما يلتزم بقى أو يقف يلتصق بالملتزم، لما يلتصق ركبه وبطنه وصدره ووجهه لازقين تحت باب الكعبة، لازق. ترفع راسك كده يا دوب أطول واحد يبص من تحت عقب الباب. ياه على الوقفة دي، على الوضع ده، استشعار قرب المحب وقوفه عند بيت حبيبه. قرب المحب وعودته وأنسه، حتى أنه يكون حريصا على أن كل ذرة في جسمه تمس بيت سيده. تشعر بهذه القشعريرة في القرب من بيت سيده. أنشد بعضهم في ذلك: سطور بيتك نيل الأمن منك وقد علقتها، مستجيرا أيها الباري، وما أظنك لما أن علقت بها خوفا من النار تدنيني من النار. وها أنا جار بيت أنت قلت لنا حج إليه وقد أوصيت بالجاري. نعم. ومن ذلك: إذا سعى بين الصفا والمروة ينبغي أن يمثلها بكفتي الميزان وتردده بينهما في عرصات القيامة، أو تردد العبد إلى باب دار الملك إظهارا لخلوص الخدمة ورجاء الملاحظة بعين رحمته وطمعا في قضاء حاجته. لما الإنسان يبدأ من الصفا ويروح للمروة ويرجع الصفا تاني ويروح المروة ويرجع الصفا ويروح المروة ويرجع الصفا ويروح المروة، يتذكر كفتي الميزان يوم القيامة. ما هي كتب يوم القيامة، يوم القيامة أعمالك سجلات، كل سجل مد البصر، كتب دفاتر، والميزان كفتين ولسان. الرسول قال لنا كده، في كتاب ايه ده؟ حسنات، حطه في ميزان الحسنات تطب الحسنات. ويجي كتاب تاني ايه ده؟ سيئات، حطه في ميزان السيئات تطب السيئات. وبعدين التاني سيئات برضو، حط طب السيئات. ايه تاني؟ حسنات. فهكذا الانسان يبقى قاعد يبص للحسنات ويبص للسيئات، يبص للحسنات ويبص للسيئات. سبحان الله العظيم،
وقلبه بيتأرجح كده بين الحسنات والسيئات، هي دي رايح وجاي تذكر ميزان الحسنات، كفة الحسنات وكفة السيئات، أو تذكر بذهابك إلى المروة وعودتك إلى الصفا ترددك على باب الملك. ربنا بيحب كده، إن الله يحب الملحين في الدعاء، إنك تجيله على طول. عشان كده ربنا قال إن الله يحب التوابين، مش التائبين، تواب كثرة التوبة. فعلى طول يجي ربنا ويرجع ويجي تاني ويرجع ويجي تاني ويرجع ويجي تاني ويرجع، فيتذكر المروح والرجوع ده بكثرة تردده على الله. أما الوقوف بعرفة فاذكر بما ترى فيه من ازدحام الخلق وارتفاع أصواتهم واختلاف لغاتهم موقف القيامة واجتماع الأمم في ذلك الموطن واستشفاعهم، فإذا رميت الجمار فاقصد بذلك الانقياد للأمر. الوقوف بعرفة اذكر ازدحام الخلق. الحمد لله على السلامة. وعليكم السلام. في الوقوف بعرفة اذكر ازدحام الخلق، حين ترى الخلق والناس والكسرة، سبحان الله العظيم في حج هذا العام ووصلنا متأخرين قدر الله عز وجل، يعني قبيل الظهر كده، الواحد مفروض يسكت عن ذكرياته دي أحسن. سبحان الله، كنا رايحين في أتوبيس مكيف وناس مرتاحين وطالعين من الفندق ملمعين بقى لا احنا كنا جايين من منى من يوم التروية يعني الشاهد. فرأيت الناس الذين يمشون، سبحان الله العظيم، أمم اللي ماشيين رايحين لعرفة من منى العرفة مشي على رجليهم. فقلت للناس اللي معايا، قلت لهم سبحان الله، هي دي الناس اللي بتحج، الناس اللي ماشية دي، مش اللي قاعدين في أتوبيسات مكيفة. فتعطل الأتوبيس ونزلنا مشينا. إيه والله حصل كده، ضل وتاه وبعدين وقف ومنع من الرجوع، انزلوا يلا نزلونا ومشينا. سبحان الله العظيم، لما تمشي في هؤلاء الكم الرهيب، عارفين إيه اللي خطر ببالي؟ سبحان الله العظيم، قلت يعني مين بقى في وسط العالم ده كله؟ أنت مين؟ مين محمد حسين يعني؟ مين في وسط الأمة دي كلها اللي بتقول يا رب أنت تطلع إيه؟ تساوي إيه؟ غاية من الحقارة، احتقار النفس بقى وإزدراءها ووضعها في موضعها الصحيح. شايف الناس؟ تبص على يمينك ملايين، فعلا ملايين، يعني هم بيقولوا 3 مليون. الوضع رهيب، يذكرك بقى بيوم الحشر هتعملي. هتروح فين؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا كلا، مفيش. هتروح فين؟ كله في اتجاه واحد، إلى ربك يومئذ المستقر. فإذا رميت الجمار فاقصد بذلك الانقياد للأمر وإظهار الرق والعبودية ومجرد الامتثال من غير حظ للنفس. وانت بترمي الجمار انت مش فاهم العلة انك تجمع 7 جمرات
وترمي بسم الله الله أكبر أو الله أكبر الله أكبر، بترمي جمار بترميها حصى صغير تخبط بيه عمود مبني من الطوب. ايه السر وايه العلة في كده؟ انت ما انتش عارف. فمجرد امتثال الامر حاضر. الرسول قال لك اعمل كده، تسمع الكلام ليه؟ ما اعرفش، بس هو قال كده خلاص يبقى كده. مجرد امتثال الامر، الانقياد للامر، واظهار الرقة والعبودية، ومجرد الامتثال من غير حظ للنفس. اما المدينة، اللهم ارزقنا وفاة ودفنا في مدينة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لاحت لك فتذكر أنها البلدة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وشرع إليها هجرته وجعل فيها بيته. ثم مثل نفسك، ثم مثل في نفسك مواضع أقدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند تردده فيها. تصور خشوعه وسكينته صلى الله عليه وسلم. والله الواحد بيتذكر هذا الأمر أكثر وهو يطوف بالكعبة. فعلا يخطر بالي مواضع أقدام النبي صلى الله عليه وسلم. أتذكر قصة خباب بن الأرت، يقول أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد بردة ينام في ظل الكعبة. الرسول كان نايم هنا في الحتة دي، وخباب بن الأرت بيقول له. الواحد يتذكر عند الحجر لما عبد الله بن مسعود أرى لهم سورة الرحمن وقاموا يصفقون ويصفرون حوله، وضع الكعبة. وأيضا في المدينة نفس الشيء، أيضا في مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتصور الإنسان مكان النبي صلى الله عليه وسلم وذهابه، ذهابه ومجيئه وحياته في هذا المكان صلى الله عليه وسلم. فإذا قصدت زيارة القبر، وبالطبع لا تشد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لوجودك في المدينة تزور قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرحال تشد إلى مسجد الرسول لا إلى قبر الرسول. ومن مآسي العوام اللي مفروض تصلحها أنت عند أبوك وعند أمك عند جدك عند جدتك عند قرايبك اللي بيروح يحجوا، إنه وهو رايح حج أو رايح يعتمر يقول لك إحنا رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، لازم أصلح له الحتة دي. أنت رايح تحج أو رايح العمرة، مش رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت رايح لربنا سبحانه وتعالى، بيت الله جل جلاله. يقول الشيخ: فإذا قصدت زيارة القبر فأحضر قلبك لتعظيمه وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم والهيبة له، ومثل صورته الكريمة في خيالك، واستحضر عظيم مرتبته في قلبك، ثم سلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فعلا الواحد واقف قدام القبر والرسول هنا نايم هنا، والقضية لما تروح القبر أيضا من جهة الروضة، مش من الجهة اللي الناس كلها ماشية بتسلم منها وخارجين من الباب دي اللي فيها الأبواب المزينة الصفراء، لا، من الجهة التانية بقى، من الروضة. ولما تشوف بقى من الباب الأخضر ده وتبقى شايف جوه التلت قبور، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وجنبه أبو بكر وجنبه عمر، وتتأمل كده الرسول هنا صلى الله عليه وسلم في التراب صلى الله عليه وسلم، مات صلى الله عليه وسلم. قلت مرة، لأن الرسول كان عارف إنه هيموت ويدفن، لأجل ذلك لم يتكبر على أحد،
لأن دي آخرة البشر أن يدفنوا في التراب. ظل يعيشها عبدا ليكون في الجنة في أعلى عليين صلى الله عليه وآله وسلم. استحضر صورته الكريمة في خيالك، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وتأمل وجودك بين يديه. لذلك العلماء قالوا أنه لا يجوز رفع الصوت في مسجد الرسول، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا، وقد قال الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. فينبغي هناك أن تغض صوتك وتقف بمنتهى التوقير واستحضار أنك تقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسلم عليه: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك يا سيد ولد آدم، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة وجاهدت في سبيل الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ثم تنتقل تسلم على أبي بكر، ثم تنتقل خطوة وتسلم على عمر رضي الله عنهما. بكده يبقى انتهى موضوع الحج وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارة القبر، وننتقل إلى كتاب آداب القرآن في اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.